طيب يلا يا جماعه دلوقتي احنا هنبدا كده الكلام اللي موجود في البارت 3
يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ الفايبرز اللي جايه من الليفل مع الفايبرز اللي جايه من السبيركل بتاع الناحيه الثانيه. ها؟ يعني خلاص حصل ديكاستيشن خلاص. مع الفايبرز اللي جايه من النيوكليس اللي طلعت دول ماشيين مع بعض. فاذا بقى الاول هنا انت هتطلع هتعمل سبيركل بوكسي على نفس الناحيه هتتشال، مش بقى الناحيه الثانيه ولا خلاص كله بقى بيسبلاي نفس الساعه. ايه اللي هيحصل؟ لو ضربت الفاسيكول بتاعك على مستوى الهيد نيوكليس هيحصل ثيرد نيرف بولسي اون ذا سيم سايد يعني كيب سينابس. لكن في نفس المكان بتاع الهيد نيوكليس كمان هيعدي فايبر ليها علاقه بالسنسيشن بس انت هتقدر تحافظ دي برضه. يحصل كونترلاترال سنسوري لوس. اذا الثيرد نيرف بولسي هنا خد بالك وهي كمان ثيرد نيرف بولسي في نفس الناحيه. والاحساس في جسمه الناحيه الثانيه راح يعرف ان ليجن على مستوى مين؟ الهيد نيوكليس. واللي وصل السندروم ده مين؟ بانديك سندروم. بلس والماينس تلاقي كمان تريمورز او ابنورمال موفمنتس في الارمز واللايكس. طيب اذا ده لو ليجن على مستوى مين؟ الريد نيوكليس. الوضع في السندروم بانديك هو طبعا الكتاب اللي اسمه حكايه لك بانديك على طول عباره عن كذا وكذا. طب ليه؟ طب القصه جت منين؟ محدش فاهم حاجه. فتلاقي نفسك بتعمل تلاصم. ده اللي انت فهمت ان الريد نيوكليس هي تجميع للفايبرز اللي جايه من الثري نيوكلياي بقت سبلاي خلاص من اول هنا نفس الناحيه. وعشان نعدي كمان السنسوري انرفيشن بتاع الاذر هاف دلوقتي في المكان ده هيحصل كونتراكتر سنسوري. طب لو حصل الدامج بتاع الفاسيكولاس على مستوى السريبرال بيدانكل اللي وصل السندروم ده واحد اسمه فابر. فابر ده او فابر قد ايه؟ قال لو ضربت هنا بقى انت هيحصل لك كيرف هيلث بولسي اون ذا سيم سايد خلاص هقول من اول هنا خلاص نفس الناحيه. بس عشان السريبرال بيدانكل بيعدي فيها الموتور فايبرز بتاع الاذر هاف دلوقتي هيحصل كونترالاترال ديبيتيشن. يعني لو جاي بني ادم عنده كيرف هيلث بولسي على الناحيه اليمين مع هيلث بليشيا لفت اعرف على طول ان الليجن فين؟ سريبرال سيلانكت الوضع في السنون ده اسمه ايه؟ خلاص بدا بعد كده من اول ما خرجنا من سريبرال سيلانكت بدا بقى يبقى اسمه سيلانكت نيرف بريفرال نيرف خلاص بريفرال كرينيا نيرف. هيعدي في ثلاث اماكن يهموني ممكن يحصل فيهم ثلاثه ليفلز اوف ليجن. بيعدي لاترال تو ذا بوستيريور كوميونيكيتنج ارك. لو عايز تعمل سكيبنج الحته دي مش مهم. يعني اذا هيعدي في الباس واي بتاع الثيرد نيرف بريفرال نيرف خلاص هيعدي جنب مين؟ تصير كوميونيكيتنج ارك. فلو تصير كوميونيكيتنج ارك ده فيه انيوريز هيضغط على الثيرد نيرف هنا ويبوظ فيحصل كومبليت ثيرد نيرف بولس ابس لاترال برضه نفس الناحيه خلاص اول ما او هنا نفس الناحيه ابس لاترال لكن الديوبل فايبرز هتلاقي بول. ايه ده يعني؟ العيان ده هيبقى عنده دايركت ديوبل يبقى اذا الباراسيمبثيتك فايبرز راح تسبلاي الديوبل كونستريكتور يعني هتضرب فهتبقى ديوبل انفولفد فهتلاقي ثيرد نيرف بولس كل العضلات الفلان دي اتشالت مع الدايركت ديوب. ده لو ليش على مستوى مين؟ جنب السير كوميونيكيتنج ارك. وبعدين لو تفتكروا الثيرد نيرف معدي فين؟ طيب خلاص لو تفتكروا بقى كلام احنا خدناه قبل كده الثيرد نيرف كمان من ضمن الباث واي او المكان مهم جدا بيعدي فيه بيعدي في اللاترال وول اوف كافيرنس سايلنس. في الكلام؟ احنا قلنا اللاترال وول اوف كافيرنس سايلنس بيعدي فيه الثيرد نيرف والفورث نيرف وتو ديفيجنز من الترايجيمنال او الثامنيك والماكسيمنال وجوه الكافيتي بيعدي مين؟ السيكس نيرف. اذا كمان احدى الليفلز اوف ليجن اللي ممكن يتم فيها الثيرد نيرف في اللاترال وول اوف كافيرنس سايلنس. وساعتها لو حصل هنا مثلا وليكن كابرنا ساينس ثرومبوزس او انيوريز للثلاث كاروت ارتي جوه الكابرنا ساينس لما احد الثلاث كاروت جوه الكابرنا ساينس اذا هنا ساعتها الثلاث كاروت بيتضرب بس مش هيتضرب لوحده هيتضرب معاه كويس بقى هيتضرب معاه الفورس هيتضرب معاه مين؟ السكس هيتضرب معاه كمان الاوبتاتيك ديفيجن اللي بيسبلاي السنسيشن للعين. اذا ده لو ليجن على مستوى مين؟ الكابرنا ساينس. وبعدين بيدخل الاورد بريم فاكرين ده الكلام بتاع الاورد برضه قلنا كل الكرينيال نيرف بتدخل من السوبيريور اوربيتال فيشر. عايز اقول لكم على معلومه مهمه ممكن تسالها في الكوري. السوبيريور اوربيتال فيشر اول ما الثيرد نيرف بيدخل بيتقسم لتو ديفيجنز ابر ولور. الابر ديفيجن بتاع الثيرد نيرف بيسبلاي ليفينتور ماسل وسوبيريور ريكتس. عشان كده لو تفتكروا في التوزيس قلنا ليفينتور سوبيريور ريكتس كومبلكس قلنا الاثنين مرتبطين ببعض. ايه العلاقه ما بين ليفينتور وسوبيريور ريكتس؟ قلنا احد الثلاث علاقات او العلاقه هما اندروجيكالي طالعين من نفس الدرماتوم تمام اناتوميكالي انكلوز في نفس الشيء تمام ليهم كومن نيرف سبلاي اهو ده كومن نيرف سبلاي مين الابر ديفيجن بتاع الثيرد نيرف يعني الثيرد نيرف اول ما يدخل السبير اوبتر ديفيجن يتقسم الابر ولو الابر هيروح لمين؟ للعضلتين اللي فوق
اللي هم الاثنين دول والسوبير ريكتس دي اللي فوق يعني دي السوبير ريكتس اهي ماسكه في العين كده والاثنين دول بتطور عشان تمسك فين؟ في الايرين دي اللي على الجزء اللي فوق بعيدا عن العضلات بقى سبلايد من الانتيريور ديفيجن اللي هم مين بقيه العضلات؟ يعني لما تطلع السوبير ريكتس والاثنين دول مختصه بقى مين ناقص؟ انتيريور ريكتس مين ريكتس؟ انتيريور بيك بلس النرف اللي بتسبلاي الانترا اكتر مصر الكونستريكتور مين؟ كونستريكتور مصر اذا الانتيريور ديفيجن او اللور ديفيجن بيسبلاي الباراسيمبثيتك ادابتيشن داخله العين وبقيه العضلات فيما عدا مين؟ السوبير ريكتس ايكوليبيك وبالتالي انت كده تقدر تعرف على حسب ايه اللي حصل ايه رايك لو جالك بني ادم عنده توزيس مع الاديشن والاليفيشن ده كده كومبليت ولا بارش فرينجر بولسي؟ ده بارش تحديدا في ايه؟ في الابر ديفيجن بس لو جالك بني ادم تاني عنده مشكله في الميديا ريكتس والانتيريور اوبليك والعضله الثالثه اللي هي الانتيريور ريكتس يبقى كده انا عرفت مع كمان دايليتد بيبل مع لوس اوف اكوموديشن اذا انا كده عرفت ان الفيجن فيه تطرش الراس بس فين؟ في اللور ديفيجن فاذا انت كده عرفت كل ليفل فيجن هيعمل لك ايه بالظبط. طيب سهل الكلام؟ اذا ده الاناتومي بتاع التيرنر طبعا ده كلام كتير قوي محدش فاكر ازاي في الحته دي خالص ده لما يحط له فراغ يعني خلص كل حاجه ومش عايز حاجه تفكر في اعمل ايه في ذاك الحته دي. طيب ده ما كناش بنتكلم دلوقتي. طيب لا لا انت واخد طيب عندي بعد كده فول فيلير نيرف. طيب يلا يا جماعه خلاص فين الفول فيلير نيرف؟ بصوا النيوكليس انا عندي تو نيوكلياي بالفول فيلير تو نيوكلياي للعضله اسمها سوبير اوبليك فالفول فيلير والله يا عم العضله اسمها سوبير اوبليك الرايت فول نيرف نيوكليس بتسبلاي ليفت سوبير اوبليك يعني كونترا ليفت والليفت نيوكليس بتسبلاي رايت سوبير اوبليك والفاسيكولس الديكاسيت يعني ايه؟ يعني مجرد ما الرايت نيوكليس تطلع منها الفايبرز تقدر تروح الناحيه الثانيه على طول. يعني ايه ده؟ يعني الرايت فاسيكولس هتروح على طول تسبلاي المكان المطلوب. يعني الديكاسيت يعني لو قلنا الرايت نيوكليس بتسبلاي الليفت سلوبي على طول الفايبرز طالعه هتروح ناحيه الشمال على طول. اذا لو ليجن على مستوى النيوكليس هيحصل كونترالاترال سوبيرو ليك بولسي. لكن لو ليجن على مستوى الفاسيكولس بما ان الفاسيكولس هديكاسيت لو طلعت الفاسيكولس يبقى بتضرب نفس الناحيه يعني لو الفاسيكولس ضرب يبقى امشي لاترال ايه؟ سوبير اوبليك فهمت الفكره؟ ان كل النيوكليس بتصفي الناحيه الثانيه لكن الفاسيكولس بتديكاسيت. بص انا هقول لك على معلومه كده في الكوريا الفرنيه عشان لو حد تطرق ليها من الاول ده كلام حاجات مهمه قوي مش غلط يعني اكيد ان كل كرينيال بتطلع من الفنترال سيركس اوف ذا برين ستيم الطفل الوحيد في ال 12 اللي بيطلع من الدورسال سيركس اوف برين ستيم هو الفورس نيرف. طيب وهنا الفورس نيرف احنا عارفين معلومه كمان اهو بيعدي كفلترال نيرف بيعدي فين؟ بيعدي كفلترال وول اوف كابرينا ساينس وبيدخل الوول منين؟ من السوبير اورتال فيشن. وهنا لو ضربت الفورس نيرف هيحصل سوبير اوبليك اولتي بس اون ذا سيم سايد. اذا انا عندي كام ليفل اوف فيجن؟ نيوكليس اعمل كونترا لاترال سوبير اوبليك من بعد النيوكليس وانت نازل هتعمل لك ايبسي لاترال سوبير اوبليك بوس يعني نفس الناحيه. وايه رايك لما السوبير اوبليك تتشل؟ العين تروح فين؟ السوبير اوبليك كانت بتعمل ايه فاكرين؟ بتوطي العين ديبرشن وبتعمل شويه ابدكشن يبقى العين هتروح العكس على طول هتبقى شويه ايه وشويه ايه؟ ابدكتد. اذا يبقى العين فين؟ ابورد. عشان كده العين ده بيجي له فيرتيكال ديكلوبيس يعني لو انا هشوف الاداه دي ليها صورتين هشوف صوره هنا وصوره فوقيها مش جنبيها ليه؟ لان العين بتفيد ازاي؟ بتفيد لفوق شفت ازاي؟ اذا السوبير اوبليك بورس يعمل ايه؟ هيبقى في ليميتيشن اوف اوكيلا موتيلتي بالدايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايز باسس بلس فيرتيكال ايه؟ فيرتيكال ديبلوكا يعني شوف كل حاجه ليها صوره فوقيها. طيب الفورس نيرف دي اقل يعني اقل سؤال ممكن تساله في الاول الاهم ده الثيرد ده وبعدين سيكس نيرف. تعالوا نشوف السيكس نيرف. السيكس نيرف النيوكليس على فكره موجوده في البون جنب الهوريزونتال جيز سنتر. اذا يعني على فكره يمين شمال حركه العينتين مع بعض مرتبطين عشان اتفقنا العينتين مرتبطين مع بعض. عندي فيرتيكال جيز سنتر وهوريزونتال جيز سنتر. النيوكليس بتاع السيكس نيرف جنب الهوريزونتال جيز وبالتالي لما تيجي تعمل ايه على مستوى النيوكليس للاسف هتلاقي عندي مش عارف احرك العينتين مع بعض. يعني حصلوا هوريزونتال جيز فولز مش اي واحده ده الاثنين مع بعض. يعني اذا لو رجع على مستوى النيوكليس بتاع السيكس نيرف
هيحصل جيت فورس على 10 حركه يمين او شمال. ايه ده يعني؟ اذا ده ليجن غريب جدا لانها جنب مين؟ الهورزونتال جيس. الضفيره او الفايبرز الخارجه بقى من السكشن هو ده جيس جابوا جيس سنتر مش جابوا بقى مش نيوكليس بقى اللي ما بتتكلمش على السكشن ده بيسبلاي مين هو ده؟ ده جيس سنتر يعني بيسبلاي العضلتين الميديال والريتال ميديال والريتال عشان نعرف مع بعض. طيب بص بقى الكاسيكلس الفايبرز الخارجه من النيوكليس بتمشي ازاي بقى؟ لو هي النيوكليس الفامز الفايبرز الاول تمشي الونج الزورس الفامز دورس السلفوس يعني الفامز ثان الونج الترانسفر السلفوس الفامز. بص بقى في راجل اسمه فوفيل سامع سندروم قال لك لو الليجن على مستوى مين؟ الدورس الفامز. بص هقول لك بقى مين اللي بيعدي في المكان ده؟ الصفحه الفالفي الدورس السلفوس الفامز. بص مين بيعدي؟ السباينال تراك اوف فيكس نيرف. لو مش بتعمل السباينال تراك كفايه قوي في الفيكس نيرف اللي هو بيسبلاي الفيكس نيرف بيعمل حاجتين ها يدي سنسيشن للولد كله وبيسبلاي ماسلز اهو اللي جوه ماسل ماسل ماسكيشن. اذا بيعدي في الدورسال بونز مين؟ السباينال تراك اوف فيكس نيرف. بيعدي مين كمان؟ سيمباثيتك فايبرز. فاهمين يا جماعه؟ قلنا كده كلمه ان السيمباثيتك انرفيشن بتاع الوجه جايه من الهايبوثالامس. تنزل فايبرز من الهايبوثالامس توصل لغايه سي 8 وسي 1. اثناء الفحص بتاع الفايبرز لازم تعدي على الدورس عشان تتفحص. اذا السيمباثيتك فايبرز راحه للوجه والعين معديه في المكان ده. اذا كمان السيمباثيتك فايبرز ممكن تضل في الدورس الثلاث تتفحص. مين كمان؟ حاجه اسمها باراميديان كونتاين ريتيكولار فورميشن. لو دي مضايقاك قوي الكلمه اللي مجمعها دي انساها مش مهم كفايه دول. عشان كده بيقول لك يا راجل اسمه فوفيل بقى فوفيل سندروم قال لك لو جالك بني ادم عنده 6 نيرف بولس اون ذا سيم سايد اتش لاترال يعني لو ضربت اذا حط الليزر على مستوى الدورسال بونس ده اسمه سندروم اسمه فوفيل. الراجل قال ايه؟ قال لك هيحصل اتش لاترال 6 نيرف بولس وهتضرب معاه ايه بقى ال 6 نيرف؟ هتضرب معاه الفرانك جمبل هيحصل اتش لاترال لوس اوف سنسيشن في الكيس اتش لاترال لوس اوف سنسيشن مع الاتش لاترال ويكنس في المصل ضعف ماستيليشن يعني باراليسس او ويكنس فريزة في المصل ضعف ماستيليشن مع ابسي لاترال هورنر سندروم او في مش السيمباثيك انرفيشن بتاع الوجه لما تضرب يحصل توزس مايوزس ان هيدروزس اكيلو تانوس طب ما تضرب سيمباثيك لان السيمباثيك فايبرز عاديه. اذا لما تجي لك بني ادم تقول له يلا حرك عينك لبره ما تتحركش تقول له طب حرك فكك ما يعرفش ما يعرفش ينظر شكوا بحاجة يقول لك مش حاسس تلاقيه ما بيعرفش تلاقيه دخل جوه جفن واقع اعرف على طول عنده سندروم اسمه ايه؟ فوفيل. لا اسمه سندروم على اسمه فوفيل. ليه؟ لانك ضربت سيمباثيتك ضربت مين؟ فيفسنر. كمان لو عايز تفتكر بقى ان نتيجه الضرب هنا هيعمل دافنس مفيش مانع لكن عايز تعملها سيتنج زي لحظه مش مشكله. المطلوب منك اكتر لوس اوف سنسيشن في الوجه ديتكت الماستيكيشن او مصدر الماستيكيشن كمان هيبقى عنده بورنر ايه؟ سندروم. طيب بعدين الفايبرز بتاعت اللي هي الفاسيكولس بتروح لف عشان تمشي الونج الفنترال بومز فنترال بومز يعني الصف الامامي للبومز. هنا ماشي مع الفايبرز دي البيراميدال تراكت دي اللي بتوصل للموتور اريا للناحيه الثانيه للعضلات بتاع الناحيه الثانيه. ايه ده يعني هتحصل له ايه بقى لو ضربت الفنترال بومز؟ ده مبدئيا سندروم اسمه ميلر جوجلر سندروم. الجون ده الراجل ده قال لك ايه؟ جالك عن عنده فيش عنده اكس لاترال سيك نيرف بولس بلس كونترا لاترال ايمي بليجيا شلل نصف في الناحيه الثانيه. اذا لو جالك بني ادم في يوم من الايام في عيادتك عنده ايميتيشن اوف ابداكشن مش عارف يعمل بره ولقيته جاي متسند وعنده شلل في عضلات نص ثاني من الجسم اعرف شلل فين؟ الفنترال سيرفس اوف هومس عنده. طيب اذا دي الفاسيكولز. طيب خلاص كده يبدا بقى النيرف ريفرال نيرف يبدا بقى النيرف نفسه يمشي فين؟ النيرف بيسيب البامبس اهو خلاص اهو الفاسيكولس الدكتور اللي خارجه مش الاول اهو من جوه الفاسيكولس هيلف على مين؟ الفنترال سيرف. بعد كده يبدا النيرف نفسه بقى النيرف يخرج من عند البونتو ميدالري انجل يعني ما بين الانجل ما بين الميدالا والبامبس وبالتالي ممكن يتضرب في المكان ده وبعدين تروح داخل جوه الكافيتي بتاع مين؟ كبرنا السنة وبعدين يدخل مكان مين؟ السكيور اوبتر فيشن. ممكن يتضرب في اي مكان من دول بقى. اي مكان من دول هيتضرب هيحصل معاه ايه؟
اكس لاترال بلس اكس لاترال 6 نيربوس بلس لو الضربه كانت هنا ممكن يحصل معاها اذر بريمير نيرف ليجن هما التيرمز والبورس مع الاوكسالو والماكسيلر ديفيجن. في الاوبتا فيشن هو نفس الكلام هما الاثنين مع بعض التيرم والبورس والسيكس اللي من هنا. فاذا على حسب بقى مين اتضرب معاه انت ممكن تطلعه على الليفل. لو ضرب لوحده يبقى غالبا ضرب هنا. لو ضرب معاه فين النيرف الثانيه يبقى الكابيرما الثانيه زي فين؟ السبيل اوبتا فيشن. فهمتوا الفكره؟ إذا ده كلام شوية كبير، كلام شوية أنفي أوي، لكن يعني احتياطي عشان مش تقرر نفسك في الأورال تماما، مش عارف حياتي بالفعل. طيب، في الآخر كده قبل ما نبدأ بقى نفتح كتاب ونعلم صفحة صفحة هنذاكر إيه ونسيب إيه خالص عشان تبقى عارف وصلك من الاثنين، في الآخر هتجيبوا الأسئلة، تعالوا بس أقول لكم على حاجة مهمة جدا، موضوع اسمه أيون، أنا قلت لكم وأنا بديكم الأسئلة بتاعت أوكي كده بنعمله السنة دي احتياطي، اسمه أنتيريور سيستميك أوبتيك نيوروباثي. ده موجود عندك برضه بارت بي. طب 38 يا جماعه. بصوا يا جماعه انتيري سيستميك اوبتيك نيوروباثي ببساطه شديده جدا تعالوا نشوف الاسم شارح الديفينيشن. يعني انت مش هتقرا عشان تقول ديفينيشن. بص تاني الموضوع اسمه ايه؟ انتيري سيستميك اوبتيك ايه؟ نيوروباثي. هو ايه انتيريور موست بارت اوف ذا اوبتيك نيرف؟ مين هو الانتيريور موست بارت؟ الاوبتيك ديسك مش هو ده المقدمه؟ الاوبتيك نيرف اهي هو ده الانتيريور بارت. هيحصل فيه ايه؟ سكيميا. طريقه السكيميا هيحصل فيه دامج. اوكي انا واضح كده ان عايز لو قلت ديفينيشن عباره عن ايه بقى انتيريور سكيميك اوبتيك نيرف؟ هو سكيميا او ايه فانكشن اوف ذا اوبتيك نيرف. ليه بقى؟ عشان احنا الدرس الفاينل بتاعنا لازم تعرف بقى الدرس الفاينل ايه. لو تفتكروا اخدنا الجوبيال تراك مع بعض قلت ان ده سبلاي اوف دي هول اي هول اند دي هول اورب كان ارتش كبير قوي ده كان الاورب عند قبل فتره من اسمه اوكسال هذا الاوكسال الارت بيدي باش في كل حاجه جوه الاورب انكلودنج كان بيدي من 10 ل 20 شورت سيريالي بوستيريور شورت سيريالي او شورت بوستيريور سيريالي ارت. ليه سميناهم كده؟ عشان يبدأوا ورا العين سميتهم بروسيدر وعشان يمشوا طريق قصير سميتهم ايه؟ شورت. كويس كلهم بيجوا البيرس السبيرا عشان يدي بلاد سبلاي للخرايط. الخرايط اللي هو دوره بيدي بلاد سبلاي للاوتر فاين لاير وكده. حلو كده؟ اثنين بقى من العدد ده احنا قلنا 10 ل 20 هاتهم من 10 ل 20 اثنين منهم بيسبلاي اوبتيك واحد بيسبلاي لور هاف واحد بيسبلاي الافراد. اذا لو انا هرسم رسم التراك انا كده وليكن وده الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك اذا من بلاس سبلاي جاي منين؟ من اثنين من الشورت ستيل سيلز برانش بيسبلاي الافراد برانش بيسبلاي اللور هاف. باي ذا واي بقى يلا بالمره واحد من الاثنين دول 20% من ده بيدي برانش رايح للاكل. فاكرينه؟ انتوا لسه اللي طالع من مين؟ من الشورت وسيب السيلز. هما اثنين بيسبلاي اوكي ديسك واحد منهم يدي الماكينه في 20% بس. هما دول 20% اللي لو حصل لهم سنترال ريتنال ارت اوكلوجن كل ريتنال تموت ما عدا مين؟ ما عدا الماكينه. اذا تو شورت وسيب السيلز هو اللي هيسبلاي مين؟ الاوكي ديسك. هنا بقى لما اجي اقول لك الديفينيشن بتاع الايون اند سيل سيمك اوكي ثيرابي هو عباره عن سكيميا او ايه فانكشن او ذا اوكي نيرف هيد دي تو ايه؟ ايدر فانكشن او توتال conclusion of the last slide اللي هو مين يعني مين؟ الشورت سيرسيل يا واحد منهم يا الاثنين اتقفل. لو واحد اتقفل يبقى نص الديسك مات. لو الاثنين اتقفلوا يبقى ده هول ديسك هيبقى في سكيميا عنيفه جدا. فالموضوع هنا هيبقى صادم ولا رابر؟ لما تقفل ارت بيت صادم بينفول ولا بينس؟ بينس. يبقى احنا ممكن نحط كده من ضمن الاسباب كالفرنشال دايجنوزز صادم بينس فيشن لوس. لان انت بتضرب مساحه كده من الاكسونز على الديسك مره واحده صدر بينلس. طيب تفتكروا بقى انا عندي هنا نوعين كبار جدا يعني يجوا من ورا الفاسكال اللي قفل الارض. نوع اسمه نان ارثريتك تحت ونوع اسمه ارثريتك. اكيد طالما في حاجه اسمها هي اسم والثانيه نان يبقى نعرف اول مين الارثريتك عشان يبقى فيما عدا ذلك هو مين النان ارثريتك. النان ارثريتك تحت as an arthritic type of ion دول ناس عندهم auto immune disease اسمه giant cell arthritis. اسمه ايه؟
شاين سيلز اوتسايد. ده ديزيز مناعي، جهاز المناعه بتاعي انا بيبدا يهاجم الميديا والانتيشيا. دول خلطتين من البيسل وول، احنا عارفين البيسل وول عباره عن انت او ميديا والانتيشيا، يعني بيهاجم لول وخلاص. لو انت نسيت ميديا والانتيشيا بيهاجم لول، هو بيتغطى فيحصل فاسكولايتس والبيسل ايه؟ مين بقى ده بيختار مين المرض ده؟ الميديا مناصعه زي من اول واشهر الاصل اللي دايما بيبدا فيها هذا الجهاز المناعي السوبرفيشال ده اللي هو قدام الودن. حط كده كده قدام ودنك تلاقي في فلسيشن، قدام الفيج سير لقينا في فلسيشن، هو ده السوبرفيشال ده اول ارض اللي قدام دي. ممكن الفيرال ارض دي، ممكن الشور بوستير السيلولار، الا ان واضح ان النوع اجريسيف ده اوتو ايميون ديزيز، جهاز المناعه يحصل له باوتس فجاه يجي يهجم على بس يقفله يريح شويه شويه يبتدي يقفل شويه. والموضوع ممكن بقى انتراكس ومراحة احدى الباسلز اللي ممكن تقفل هو مين؟ الباسل بتاع اللي بيسموها الاوبتيك ديسك ولا الشورت بوستير السيلولار، فيحصل لي الايون. لكن هل هنا العيان هيبقى عنده انفكشن للايون بس؟ لا طبعا، لما يبدا يقفل ده الاول ده ممكن يوصل اب جانجرين اوف سكال. ده ممكن هنا العيان على فكره بدايه المرض ده اول حاجه يشعر بيها يقول لك بين اون كومبينج هيل، حاجه صراحه كده احس نار هنا. ده دليل ان بدا يحصل جانجرين في السكين، ده دليل ان السوبرفيشال تمبرال اتقفل، وبعدين اعراضه متلاحقه متلاحقه على حسب مين بيتقفل تاني. لكن يجي لك يوم قايل لك نظري راح، تعرف على طول مين اتقفل كده، حصل انتهى كده اتقفل. الشورت سيلز يا الاثنين يا واحد منهم اللي سبلاي ليه كده. ده النوع اللي اسمه ايه؟ ارثريتك تايم، وده فيري اجريسيف. النوع الثاني اسمه نان ارثريتك، واضح انك هتقفل الفيسلز لاي سبب تاني غير النتيجه. زي يعني لو واحد هايبر تنسر، لو واحد عنده ارتيريسكليروزس، لو واحد هيبي سموكر، هايبر كوليسترينيميا، كده ده بني ادم طبيعي جدا بس عنده اي ريسك فاكتور يعمل له حاجه اسمها افرو سكليروزس. ها وبالتالي لما حصل افرو سكليروزس يعني عنده رفع انتر هتكون جلطه جوه الراس فاتقفل. ده بني ادم كان طبيعي جدا سليم جدا بياكل كويس عشان هياكل، بس عنده نسبه دهون عاليه في الدم بيتخن زياده، عنده ريسك فاكتور في المعده بسبب الافرو سكليروزس، وبعدين تلاحظ ان مات قبل الفيسل لوحده كده سبونتينيسلي، فيجي لك على طول اعراض الحيوان. ايه بقى الاعراض بتاع العيون؟ اظن احنا منطقناها مش كده؟ انا عندي ايه؟ صارم ايه؟ صارم بينس مارك فيجن لوس. ده شبه دي كده السنترال فيجن ارتري مكروز. طيب لما تيجي بقى تفحصه هتلاقي ايه؟ تلاقي هنا بقى الكالر فيجن لوس ماتشنج وذ فيجن لوس. ده فرق الكلمه؟ اصل احنا المعتاد عندنا لما كان بيحصل دامج او مرض يضرب الاوبتيك ديسك كان الكالر فيجن يروح بدري قوي بسرعه جدا. ساعات ما يشوفش الوان معينه ولسه عنده نظر، فاكرين في الريتينا؟ كان نظري يبقى 6 على 6 لكن عنده سكوتوما 4 ايه؟ بلو. فاكرين في الابلايز؟ يبقى لسه بيشوف كاونتنج فيجرز او مترين ثلاثه، يعني نظره اقل اه، بس يتعمل خالص ما يشوفش خالص الكالر الاحمر والاحمر ريد فورين جرين. هنا عشان بما ان المرض ده بيصيب اوبتيك ديسك لازم نطلع الفرق ده. هنا الفيجن لوس ماتشنج وذ كالر فيجن لوس، يعني الاثنين زي بعض مش حاجه اكتر من الثانيه. طيب اذا دي اول حاجه هتلفت نظرك، نظر ضيق جدا ضعيف جدا وما عندوش كلر فيش اقص معين، ده كله قلب زي بعض كله نفس ده. طيب تيجي بص على الديسك بقى، طبعا انت متخيلك انت اول ما هتبص على الديسك اثناء الاتاك هتلاقي الديسك فيه اديمه، هتلاقي اساس الديسك بيل واطرافك مش كده؟ الغريب بقى انه هيبقى فعلا بيل بس سلايتلي سوالن، سوالن ديسك شويه اديمه يعني بيل واديمه، والاديمه دي ممكن تقعد على فكره اسبوعين ثلاثه شهر شهر ونص وبعدين الاديمه تختفي ويبدا مثلا بالور، يعني دليل ان هو بقى اوبتيك ايه؟ يعني كانوا اطرافي الديسك. اذا اثناء الاتاك الديسك هيبقى سوال شويه لكن ليتر اون هيبقى بس يفضل البالور يعني يبقى نفس اوبتيك عشان. طيب هقول لك انا مهتم ان اقول لك ان الاول يعني في شويه اديمه مع البالور وبعدين الاديمه بتبقى سايد. فدي هقول لك اختار البيلس على العين ده ايه؟ هو انت اخترت واحد من الاثنين. يبقى انت ضربت نص ريسك بالعرض ده، ولما نص ريسك بالعرض يروح يبقى نص فيلد بالعرض يروح. فاكرين لما خدنا في النيو اوفثالمولوجي قلنا لما بتضرب مثلا بتضرب الاوبتيك كياسما، الاوبتيك كياسما اللي هي الفايبرز اللي جايه من نيزا ريتا هنا ونيزا ريتا هنا، كان عيان عنده نص فيلد التاكور قدام يروح والتاكور ده بيروح نص فيلد بالطول، وانا نص فيلد بالطول اسمه هيمي انوكيا. هنا دي الحاجة الوحيدة اللي هي الكسرة الرابعة بتستعمل إن العيان هيحصل له نص فيه نص بس بالعرض. ده اسم مهم جدا عشان الام سي كيو الاورال اسمه التيتيودينال
فيلد افكت. اذا بتسمع التيتيود ان الفيلد افكت تعرف النص فيلد العرض رفع. لو نص فيلد الطول اسمه هيمي اروبيان، لكن لو العرض اسمه ايه؟ التيتيود ان الفيلد افكت. اذا مشكله الفيلد افكت المشهوره جدا اللي بتحصل في الايون انك لو خفضت البذر من فوق او البذر لتحت نص فيلد العرض هيحصل فيه دعم. طيب هنا العيان ده تخيل بقى لو فرضا هو مش وارد زي ما في بسل اتقفلت الاوبتيك ديسك ده وخلاص ده دخل في اكل يعني حتى انا خطر راح خلاص جاله جلطه واتقفل ولا كان عنده اتلتيك تايب اتاك اليون سيستم هجم وقفل البسل في ناحيه وارد جدا في اتاك ثانيه اليون سيستم يبدا يجي فين؟ تخيل انا من سنتين ثلاثه كان حصل هجوم الاميون سيستم كان عندي نوع اسمه ارثريتك تايب وقفل لي الفيسلز بتاع الديسك بتاع العين اليمين فرحت للدكتور ساعتها قال لي انت الاسد حصل كذا 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 وبدا يديني طبعا علاج الارثريتك تايب من عين اوضه اليمين بس بزود الكورتيزون لمده اسبوعين اول سنه طبعا فيها انجكشن وبعد كده اول الكورتيزون شويه من دول بس كورتيزون طيب عشان يحاول ينقذ ما يعني ما يمكن انقاذه وعلى الاقل لو ما انقذش العين دي يخلي الجهاز المناعي يتهد احسن يهجم على العين الثانيه بنفس المره على الاقل يحافظ على العين الاخرى. طيب العيان خلاص روح اثناء بعد الاتاك بفتره هتفعل بعد الاتاك بشهر او شهرين هيفضل بس اوبتيك اكتف ده اللي جاي تيجي لك بعد سنتين ثلاثه الاتاك في العين الثانيه ما هو العين الثانيه بعد فتره بس تقفل فيجي لك دلوقتي ولكن عامل حصل في عين الاولانيه حصلت في عين ثانيه. ابص عليه دلوقتي الاقي الاوبتيك ديسك قلنا اثناء الاتاك بيكون في فاول قديمه. ابص على الناحيه الثانيه اللي كان بيتكلم عليها انا مش فاكر وقت من سنتين ثلاثه الاقي عنده اوبتيك اكتف. ايه ده؟ ده ديسك قديمه هنا وقفله في هنا. ده شبه مين؟ ده اللي بنسميه بقى سودو فاستر كاريت سندروم. اذا خطوره الموضوع في بولن ان يكون بيسالك في الموضوع الاهم في الاوبتيك نيرف موضوع مهم جدا اسمه فاستر كاريدي. يعني ايه فاستر كاريدي؟ الناس عندهم فرونتال لوب تيومر ها تعمل اوبتيك اتروفي على نفس الناحيه ومبنيين على الناحيه الثانيه فيكون في اتاك فوستر كاري يقول لك تسمع عن فوستر كاري اقول له اه اسمع عنه ده بيحصل في حياتك انتير سكابيك ايه اوبتيك نيوروباثي لما يحصل اتاك في عين افتر في اذر اي ساعتها اثناء الاتاك العين اللي هيكون فيها اتاك دلوقتي فيها شويه قديمه والاذر اي يكون فيها اوبتيك ايه عادي. مين اللي بيكابتن مؤثر النوع ده ولا النوع ده؟ طبعا انا لو جه عيان مش عارف عنده ده ولا لا، اي عيان عنده عيون لازم اعمل له انفستيجيشن ويمسكلو النوع ده. النوع ده بما انه اوتو اميون يعني انفلاماتوري ديزيز. يبقى على طول ادور على حاجات البارامترز تقول لي انفلاميشن ولا لا، اسمها اي اس ار السوسايد سيديتيشن ريت او سيري اكتف بروتين، حاجات بتقول لي اذا كان في انفلاميشن او لا. من ضمن الانفستيجيشنز الفيري كومن فيري كومن عشان احلف فيها ان انا عندي جاينت سيل ارتايتس اخد اوكسجين. افتح فوق السوبرفيشال تامبر وتروح حته للمول. لغايه اصل هو لما بيحصل هجوم على المول بتاع الارتري ده اليوم بتقفل انا مش عايز اقعد تقفل افتح خط نسيب بقى لا مفيش دم اصلا. ده الفكر اتقفل امال ايه اللي جاب له جنجرين هنا؟ اذا خد عينه هتلاقي بقى تايم سيل ارتايتس يعني هتقدر تشخصها بسهوله جدا اذا بيعطي من السوبرفيشال تامبر اللي هو من اول الارتري دايما اللي يبول. اذا ده الموضوع بتاعنا موضوع اسمه ايون اظن فكرته سهله جدا فيري سيمبل موضوع ممكن هو موضوع بعيد شويه بس انا عمري السنه دي احكي لها وما تشغلهاش قبل كده قد يكون هو السؤال الجديد اللي ممكن يجي السنه دي او على الاقل في كذا سؤال ممكن يكون له علاقه بالحاجات كلها مهمه يعني ليه الوبيا اللي خدتها في النيورو ممكن تدخل منها للالتيتيود الفوستر كاري اللي خدتها الفوستر كاري ممكن يدخل منه سودي فوستر كاري فياخدك في الحته دي فتعمل عندك كامل. طيب يلا بينا نفس الكلام ده النهارده من اوله بليز يلا. الكرينيو اوكلر نيرف جاست فور ريدنج اورال فقط خلي بالك هتقول لي يعني هو ما فيش اناتومي لا ده هو اصلا في الكتاب مش كاتب اناتومي اساسا هو في الكتاب كاتب السندروم ده على طول يعني كتب بانديك سندروم كتب الويبر كتب الفوبيل ميلر جوبلر يعني ما كتبش غير السندروم والانفكت على طول فهو كاتب انا في الاخر فمش هيسالك انا بس فاذا اول ثلاث سطحات احاول تقراهم قرايه قبل امتحان البورد احتياط ولو ما عندكش وقت ما تزعلش. الايرن سيستميك ديزيزز اول صفحتين مش مهمين
نبدأ بقى من الصفحة رقم 8 ونيجي فيها هنا قبل كده. وأنا كل مرة بدخل في حصة المراجعة زي دي بقالي 3 سنين بقول على الحتة دي، بس محدش يقول تيجي أسألك أنا كل مرة. بس اللي يحصل إيه؟ البرسنتج اللي بتحضر الريفيجن للآخر للأسف ما بتكونش نفس العدد اللي بدأ عنده أول السنة، وما بتتواصلوش مع بعض، وعادة الوقت اللي بيضخ في الآخر. فأنت بتيجي تذاكر تقول هتسيب كورنيا ما كملتهاش، وتيجي تروح ماسك الصفحة اللي ذاكرتها، تقول هتسيب حتت في النجوم وتروح ماسك الحتة دي. فأنت ما سمعتش أصلاً، ما حضرتش الريفيجن أساساً، وما سألتش زمايلك، وحتى لو سألت ما عندكش وقت. طب الآخر بتحط مجرد، طب أنت نفسك بتعمل الامتحان، أو اللي عنده وقت بقى هيعمل الحتة دي، الحتة دي مهمة. كولج الديزيزز افتكر دي قاعده. احنا على فكره الكلام ده كان كل حته فمنتشر في الرمض. هتلاقوا مجمعين هنا في الفور ايتمز اللي انا كاتبهم. طيب مين الكولج الديزيز دي يا جماعه؟ دي مجموعه من الامراض الاوتو اميون اللي بتهاجم الكونكتيف تيشو ممكن الجاينتس. زي مين؟ كاتا مين؟ روماتويد ارثرايتس. فاكرين ده كان احد الاسباب اللي بتعمل ايريدو سكندري او برايمري اكتيف سايتايتس. خدنا كمان الجوفرين سيندروم بتاع دراي اي، خدنا ده اوتو اميون، خدنا كمان السيستميك لوبس والبولي ارترايت سيندروم، ده كانوا اسباب من اسباب السنتر ريفرال ارتري بلوجر كانوا بيعملوا بالي ارترايتس. وخدهم كمان في النون انفكتد كورنيال ارتري ممكن يعملوا مارجنال ايه؟ مارجنال كورنيال ارتري. الناس اللي عندهم راوند دلوقتي لسه سامعينها حالا. طيب اذا انت يا دكتور كان بيتصف فين؟ سانتي لازما
جلوكوزا بتعمل ايه؟ حركه سينيس او تيفينيل. طيب الجلوكوز الزياده في الدم لو احنا نتخلص منه ده كان بيعمل حاجه في الدم. كاتراك كومبليكيتد كاتراك كان نوعين فاكرين؟ سمول فلاك كاتراك وكان بريسينال كاتراك. طب الجلاكتوزيميا على فكره لو زادت كان احنا اسئله كومبليكيتد كاتراك رجعوا شكل الناس النهارده. طيب فاكرين كمان في ميتابوليك ديزيزز زي الهوموسيستينيوريا وعلى فكره المرتين ممكن نحطه دي خلينا نصدق كده يعني اذا ممكن تقول ميتابوليك ديزيزز ممكن تأفكت اللينس كتب كده لينس حط دماغك وانت بتذاكر لينس ايه اللي بيحصل في اللينس يا كاتراك تختلط بقى مرتين ثلاثه ميتابوليك تعرفهم زي الجلاكتوزيميا وزي الاميتس ميتابوليك ديزيزز زي الهوموسيستينيوريا لينس سبلكتيشن يبقى مرتين في اللينس سبلكتيشن وكاتراك. كورنيا اخترنا ايه في الكورنيا؟ امشي كده عشان تتشكل اسهل. كورنيا اخترنا الاركس سينيس وجيبينيس نتيجه الهايبر كوليسترينيا ممكن يعملوا حاجه اسمها اركس صح؟ عايز اقول كمان زي ما انا كاتب لك في الكتاب انا كاتب لك كريستالز جوه الكورنيا حاجه اسمها سيستينوزس مع ايناسس وسيستين لو ما خلصناش منه احدى الاماكن ممكن يديبوزيت فيها ويعمل كريستالز جوه الكورنيا هو احدى الاماكن اللي هي الكورنيا. طيب كمان غير اللينس والكورنيا عندهم كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن نزودها حاجه اسمها تشيرن سبوت. هتقولي كاتب لكم كده سندروم انتوا كتبتوه معايا اسمه تاي ساكس فاكرينه؟ مين التاي ساكس سندروم ده؟ اللي هو كان اسم تاني حد فاكره؟ امراضك فاميلي ايديوس. هنا بيحصل برضه في هذا الديزيز احنا قلنا بيحصل ديجنريشن فين؟ في الجانجليون سيلز والديزين والجانجليون سيلز والدراكتر. هو ايه سبب الديجنريشن في الجانجليون سيلز؟ الكلمة اللي انا كاتبها بقى نيوكوليكيدوزيس نيوكوليكيد ديبوزيتس البوزيشن جوه هذه السيلز بيحصل تعود فانكشن فبالتالي هنا اللي هيحصل ديجنريشن في الجانجلين سيلز مش كده الاخوات دول بيتولدوا عمي وتولدوا ايديوكس يعني برين سيلز ديجنريشن كمان الجانجلين سيلز اللي هي الوزارات بتحصلها تعمل. اذا هنذاكر لو سمحت الميتابوليك افكتس او ميتابوليك ديزيز افكت بي كمان بقى عندك نيوتريشنال ديفيشنسي. شايفين نيوتريشنال ديفيشنسي اختار اول واحده لو سمحت كده فيتامين ايه تجيب ممكن يجي سؤال جدا يقول لك افكتس وفيتامين ايه ديفيشنسي اون ذا اي هما ثلاثه لكن الزام يبقى دراي اي كورنيا يبقى كيراتو ماليشيا ريتنا نايت لايت لان فيتامين ايه ده مهم جدا لتصنيع الفيجوال سيجمنت اللي هو الرودوبسن والاي دوبسن. اذا ثلاثه افكتس حافظوا كده من بره لجوه بره يبقى لك مجلان كان زي اي اول سطح العين كورنيا يبقى كيراتو ماليشيا نوت افكت كورنيا هيلثي ورا ريترا ها يبقى ايه نايت لايت. اذا دول الثلاثه افكت المهمين للفيتامين اي ديفيشنسي. طيب بعد سطح التسعه هتعدي كل الكلام اللي بعد كده فترة 10 لا 11 لا 12 لا 13 لا خالص 14 15 كمان لا عندك بعد كده صفحة 16 و17 و18 هيتعملوا اللي هما التيومرز اوكلر تيومر المالينا التيلانوما والريتروبلاسوما. طيب اذا دول احنا عملناهم دول مهمين ممكن تعملوا برضه يا ريت تذاكرهم صح مهمين اختار لا خلاص ان هو الكلام ده كله ما تعملش ليه؟ لما تخلص كل حاجه كويس قوي. اوكي فارماكولوجي بص يا جماعه اوكي فارماكولوجي السؤال اللي كان بيجي مرارا وتكرارا في هذا الشابتر الكورتيزون. الكورتيزون يقول لك انديكيشنز وسايد افكتس او الدينجرز الكورتيزون اون دي اي. الحقيقه احنا كورتيزون الكلام احنا خلصناه. عرفنا انواع الكورتيزون والدوز بتاعت اللي دي في الاول بصوره لودنج وبعدين مينتنس لازم نعمل جدول ايه والدوز وعرفنا ميكانيزم الاكشن فاكيد قلنا الكورتيزون بيعمل اربعه انتي انتي انفلاماتوري انتي فايبروبلاستيك انتي ايديما انتي ميون او انتي الرجيك. اذا عرفنا ميكانيزم وعرفنا على فكره السايد افكتس بتاع التوبيكال كورتيزون صح؟ وانا بيعمل كاتراك بيعمل جلوكوما وبيعمل فلير اب انفكشن ولو انا عندي وند هيلينج لو انا عملية جراحيه ممكن تلاقي وند هيلينج. طيب لما عندي فايبرويد بلس وكمان قلنا دينجرز اوف سيستم كورتيزون في نفس الشابتر اللي هو اليوتيوب بتاعك فاكرين؟
قلنا اول كومبليكيشن بيعملوا جاستايتس كده او حته جلزر ممكن عشان كده بيبقى معاه اتش 2 انتاجونست. وقلنا ممكن يعمل سولت او موتر ريتنشن فيعمل هايبر تنشن بولي موفرز على الهارت هارت فيلير ستيرويد انديوس دايابيتس فلير اب انفكشن لو عندي شكل فوكس اوستي بروزس هتلاقي الكلام كله مكرر. بس انا عايز تاني هنا عشان تبقى بتاكل المكان قدامك اللي جت هنا في المكان ده الزياده الاساسيه هتقراها لي هنا الانديكيشن. الكورتيزون احنا استعملناه كتير في الرابط الجمعين كلهم مع بعض في حته واحده هنستعمله في اي الرجيك رياكشن صح؟ يعني لو عندي الرجيك ريفايلز لو عندي سبرينج كاتار او كريكتر محتاجين نقول جمعين الرجيك هتطلع انفكتيف. لو عندي نوت انفكتيف كوني الاكثر بسبب مثلا كريكتر مش كده؟ لو عندي انترستيشيال كيراتايتس يعني انفلاميشن بس جوه مين؟ الاستروما. لو عندي ستيرايتس او ابيستيرايتس هنعمل ستيرايتس ايه؟ انتي يعني قلب ممكن نستعمله كمان في حالات الايريدو ايه؟ سايكلايز. اذا هتلاقي كل الاديوكيشن دي اتقالت في مكان في اماكن متفرقه اتجمعت تاني مع بعض. فبليز اللي هتذاكره هنا في الشابتر ده كويس قوي الانديكيشنز كده كده سايد افكتس انت اوريدي عارفها في الشابتر اللي ايه؟ فلو تذاكر مرتين اكتب نفس الكومبليكيشنز او سايد افكتس موجوده في الشابتر النيوكلير ايه؟ طيب عايزك لو انت عايز تعمل حاجه زياده عشان تبقى سيف سايد المرة دي أو السنة دي عايزك ترجع صفحتين قبل كده اليوزز والدينجرز اوف ميدياتكس. استخدام ميدياتكس في الرمض هستعملها ميدياتكس كام حاجة كتير ممكن استعمله لدياجنوستيك بيربسز دياجنوزز ممكن استعمله كثيرابيوتيك لاين اوف تريتمنت ممكن استعمله انترا اوبرتيف يعني اثناء عمليات دياجنوستيك امتى هو لا ينفع ابص ارفع العين من غير ما اوسع البيبل؟ ينفع اعمل زي التناسق يبقى جريد ريفراكشن من غير ما اوسع البيبل؟ اذا دي انديكيشن بوسع فيها البيبل عشان اقدر اعمل الفحص بتاعي. انت استعملته علاج في حالات الايريدو ايه؟ او حالات الكورنيا الالزر لما خايف يبقى كومبليكيتد باي ايريدو ايه؟ سايكلايز. ممكن تاتي ايه؟ فاكرين الواد الصغير المقرف اللي كنت عايز ابطل له عينه قويه؟ اه علشان يستعمل عينه ضعيفه؟ اه لو بيكسر نظارته او بيشيل الباتش اضطر احط له بصله تبرزه بيها العين القويه مش كده فابينلايزيشن عشان ابلر الفيجن في العين الاقوى عشان اجبر برين يتعامل بالعين الايه؟ بالقطع. اذا دي ثيرابيوتيك بيربسز. طيب انت اوبرتيف اي عمليه عايز اشتغلها ورا الايس يعني عمليات اللينس عمليات الريتل عمليات الفيتروس ريتكتومي او ار دي عمليات الكاتلك لازم اوسع البيبل بري اوبرتيف. ولو قبل الدنيا اثناء العمليه ممكن احط شويه تدريبين على المحلول اللي بخش جوه العين يعني انت اوبرتيف. وبعد العمليه ممكن ادي برضه ليه؟ عشان ما يحصلش ايرايتس واديجن. اذا دي اليوزز في الجماعه مع بعض تاني. اذا الحقيقه منطقيه جدا الصوره كلمه جديده عليك في الصفحه دي. ايه مشاكل الميدياتكس من غير ما نبص؟ اه تعمل جلوكوما مش كده؟ اه عايز جلوكوزا جلوكوما استغلالة كانت ممكن تزود عندك شويه عنها يتقدم في الاشياء كويس تكون مكتوب توسع. ايه كمان؟ ساعات انت مثلا في حياتك ممكن تبقى تاخد جلوكوما يعني سكن تمام. لا ده جميله مش دينجرز عايز دينجرز. ايه رايكم؟ ممكن يحصل سكن بالبيلينج لو انتوا حاجه قديمه. طيب بس ولكن
كان في حاجه اسمها الاتروفين وهيدرين سنسيفيتي كده، حساسيه من الاتروفين ممكن تعمل كوليدرز او رياكشن. طيب ده اللي ممكن يزوده في اكتر 18 في البيت. بص يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه اكستريم دي بقى فعلا اكستريم جدا، الاوكيولار دايس اللي هي موجوده عايز مين؟ كويس؟ فإذا أنا لو شايف إن عندي باسكو
ارضي اوكلوجن في الريفرنس، يبقى الاقي الباك جراوند كلها ابيض زي الكورايت. لكن الاقي الارض بتاع الريفرنس كلها ديلاي فيلينج، يعني السوستين مش عارف يوصل اكتر من عندي ارضي اوكلوجن. برضه نفس الكلام في الفيل اوكلوجن، ما هو لما تقفل الفيل ده بيبقى استخدم في ايه؟ في النيولز وفي الكابيلرز والارتريوم. فشوف بعين السوستين ستاي ستاجنت وبيحصل لها ليكج. ليكج ليه؟ لانها بتروح الكابيلرز والكابيلرز عماله تفوت عماله تنزل، الاقي كده حوالين الكابيلرز في لون ابيض زياده، يعني بيحصل ليكج لهذا الكلوروسين. اعرف ان انا عندي فين ايه؟ اوكلوجن. اذا في الباسكولار اوكلوجن بقدر احدى طرق تشخيصها بالكلوروسين انجيوز. كمان الباسكولار ريتروباسيز، دي دايبيتيك ريتروباسي، عشان نشوف اذا كان في مايكرو انجيوزم ولا لا، اذا كان في ان بي تيز ولا لا، اذا كان في ارما ولا لا. اذا الكلوروسين انجيوجرام ليها دور في الباسكولار ايه؟ ريتروباسي، زي الدايبيتيك ريتروباسي، زي الهايبرتنسيف ايه؟ ريتروباسي. اذا الكلوروسين داي ممكن استعملها لتشخيص الباسكولار ريتروباسي او الباسكولار ايه؟ اذا دي استخدامات الايه؟ الكلوروسين. عندي صفه ثانيه اسمها روزنجال، اكيد روزنجال؟ دي بتستين الايوكسي اندكس سيلز، ودي استعملناها كم استعمال؟ تشخيص النقص السيلز اللي هي نوت رابتشر في حالات الهيب سيلف اكسبلاتايتس وحالات الهيب سيستر كمان احيانا، وكمان استعملناها في حالات الدراي اي، مش كده؟ دراي اي لما يكون عندي عامل سي في سينما بسبب اللاك اوف نيوتريشن، يكون عندي نكات او مشكله في الدير فيلم. اذا الروز ديجان لتشخيص حالات الهيرباتيك او الفايرال كيراتايتس في حالات الدراي اي. كويس، الكريستين بيستين اي مكان غير الكريستين، الكريستين هايبرفابيك اصلا، فمش هيمسك اساسا في الكريستين. لكن لو هو في يمسك ايه؟ يمسك في السيل ميمبرين، يمسك جوه في اللايف بانك او اللايف جوه جوه السيل. فاذا لا كريستين تقول انتك اربع دقيقتين، هو مش هيمسك السيل دي الا لو كانت السيل دي ان هيلث، مش هيمسك السيل ميمبرين بتاعها الا لو كانت السيل ميمبرين مش طبيعي. فاذا لو في جاب هتستين الانتك سيلز، لان نوع الصبغه دوز مش ووتر بيز، ليك بيز. يعني ايه؟ يعني لكن الفلوسين دي ووتر بيز، والفلوسين بتاعنا هايدرو فابيك ما بيحبش الميه، فساعتها الفلوسين اللي كاس فين؟ في السلو، والسلو هيفوت ده في حاله مين؟ الالترا. فهمت الفكره؟ في اي انفكشن في اي ليفر هيحصل ليفرايتس كونجكتيفايتس
فورزايزر اي ايز بلس بقى حاجات سبيسيفيك. كان بيعمل على لينس كابلري، كان بيعمل على الايس روبيوزس، كان ممكن يعمل روبيوز يدوس هايفيما مش كده؟ يعمل كمان في الفيترس هامرج. الهامرج التارجت ده جاي من النيو فازلز، كان ممكن يكون له ايس منفصل عادتنا. طبعا يعمل دايابيتك ايه؟ ريتيناباسي. وطبعا كمان ممكن يعمل اوبتيك سيستميك اوبتيك نيوراباسي. ده غير بقى يعني الدايابيتك بيشنت ممكن يحصل له تشينج في الريفراكتري ستيت صح؟ الهايبر جلايسيميا كان بيحصل له اندكس مايوبيا، والهايبر جلايسيميا كان بيحصل له اندكس هايبر. انت لو عدتهم اسامي بس هتكتب 15 افكت على الاقل. طيب او 14 هو الراجل قال عدد. طيب 14 افكت انت تكتبهم لا وتشوف التايم فاكتور. لو لسه عندك وقت ممكن تكتب كلمتين عن النقص. ده بالك النقص ده اهم افكت، ده روتين افكت. طيب طبعا كوز اوف كوليا مهم، كوز اوف شادد سبوت مهمه، كوز اوف سادن اند جراديوال اند رابيد انيشال فيجن لازم تعرفها عشان الاورن صحيح ما يجيش ريتم الكلام ده لكن يجي اورن. كوز اوف نايت بلايندنس يا ريت تعملها برضه. بصوا يعني انا عايز اقول لكم اهم صفحتين في الديبريشن دي اول اثنين اللي انا نصيحتي انك تذاكر اول صفحتين في الديبريشن اللي يجوز كويس قوي. اللي بعد كده بصيت فيه خير وبركه ما عملتوش خالص ما تزعلش ولا يهمك مش مهم. اللي هي الابنورمال دابتس بتاع الاكيو تشامبر، الابنورمال كونتاكت بتاع الاكيو تشامبر، الاهداف بتاع كلر بلايندنس، الفوتوفوبيا، الحاجات دي مش مهمه. وحالات الميلوما وحالات الريتروبلاستوما.
ده يود ليزر. طيب اذا اللاج ليزر قلنا كام حاجه ممكن تحفظ معايا لما نخلص؟ كابسولاتومي وايريدوتومي. الاربو ليزر عملنا ليه ثلاث حاجات، قاضي بلوكاست الاوبن انجل جلوكوما، كمان عملنا دي ريترال فوتوكوجيليشن في حالات الريترال نيوفاسكولايزيشن، عملنا دي كمان تريتمنت ريتروفاسكولار. الدايود ليزر ده ديستراكتيف ليزر، ضمنا دي سيريماتيك حالات الابسوليوت جلوكوما سايكلو فوتوكوجيليشن، وعملنا دي تي 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 ترانس تيوبيلاري او تي ده ترانس ايه تيوبيلاري، ثاني تي ثيرمو ثاني تي ثيرابي. ضمنا دي مين تيوبرز ده عامل ايه كان جلوكوما او ريتروفاسكولار. الاكزايما ليزر ده ابديتنج ليزر، عملنا دي ايه ليزك وفي اركين ده فور كوركشن اوف ايرورز، واكتر ايرور بيطلع مايوبيا واستيجماتيز واقلهم يعني سكسس ريت هو الهايبرميتروبيا. الكربون دايكسيد ليزر ده ممكن يشيل بيه الوورتس، لو حد كده عنده وورت على السكين بتاع الايليد ممكن يشيله بالكربون دايكسيد ليزر. اذا دي طريقه ده ليزر موجود عندكم في الكتاب. طيب نسيب الامور، لو عندك امور لو عندك اي ايش طيب. اذا دي تجميع على اليوزس، وده بتعمل فرقات انا هتتابع كده او تكتبها بطريقه ثانيه، بتقول مثلا اعمل كذا على طول اعمل كذا على طول. طبعا الاكزايما الهيد انجل، ده سؤال هيتقال لك تاني. الهيد انجل ده هنعمله. طب انت كده ترسيم هيد انجل ده سؤال تجميع الافكت هيد انجل هيد تروما. هنا طبعا هنتكلم على مين؟ على الهيد تروما. فاذا ده موضوع لو سمحت
تجميع حاجات كثيره ليها علاقه بالرمق، فلو سمحت هيكتبوا. وطبعا الجزء اللي هنكتب فيه كام كلمه زياده هو الفيجوال باث واي ليجن، كل ليفل اوف فيجن هيعمل ايه. لكن مش هنتكلم على شيء كده كتفاصيل، هتلاقي نفسك جمعت التجميع بصوره محترمه جدا. هو الانيوريشن لوحده هنا ايكوال ماركس مش كميه، محتاج تجمعات انك تطلع الانيوريشن كامل، هو ده بيديك درجه اكتر من الديتيلز اللي بتتكتب. بعد كده عندك موضوع اسمه ام اس، سيبك منه خالص. بعد كده عندك موضوع اسمه ايون اللي احنا شرحناه ده، لو سمحت تعمله السنه دي هيكتب سكيب اوبتيك نيرابيسي. صفحه 42 شايفين يا جماعه الكلينيكال فيتشرز اند كومبليكيشنز بتاعت الثايرويد اي ديزيز. صفحه 42 عارف نفس الفايف ساينز اللي انا كاتبهم دول نص الصفحه. صفحه 42 ثايرويد اي ديزيز ده موضوع مهم، ممكن يجي راتب ممكن يجي اورد. ده صفحه 42 لفوق ساينز كام ساينز. سيبك مايجرين، طبعا النيو كلاسيفيكيشن بتاع الدايبيتيك النقصي هي الاولد، بدل الاولد كلاسيفيكيشن كنا مقسمينها نون بروليفيك او باك جراوند وبعدين بري بروليفيك وبعدين بروليفيك. ده اللي هتكتبه في كتاب الاسم حضرتك، ده لو كنت كتاب اسم هو نفس الموجود في بارت 2 عندي، ده اللي هتكتب في الرقم في الاسم. لكن دي اذا كان الاولد كلاسيفيكيشن، دي كلاسيفيكيشن جديده هتقراها قبل امتحان الاولد. انت احفظ الثانيه اللي موجوده في بارت 2 اللي انت حافظها كويس، دي علشان الريتم الاس زي كتاب الاس في مودرن انسر. الجديده دي احتياطي عشان لو حد اختار فيها في الاورد. الكلاسيفيكيشن دي هي بالظبط الثانيه، بس بدل ما كان بنقسم الاول بكلاسيفيكيشن الثري ستيجز بقينا نقسمها الاثنين بس، بري بروليفيك وبروليفيك، وكل واحده منهم مايل مودرن سيفير. طيب كده خلص بارت 3. خليني اقول لك بقى ايه اللي هيذاكر مذاكره الريتم في بارت 3. لا هتذكر مذاكرة الريتم في بارت 3 بس. الكولاجين ديزيزز والميتابوليك ديزيزز اللي هي صفحة 8 و9. ده اللي هتذاكر ريتم قبل امتحان الاس 8 و9. وبعدين صفحة 16 و17 و18 اللي هما الاوكيلار تيومرز. بعدين صفحة 21 و22 المدرياتكس. وبعدين الانديكيشن والدينجرز والكورتيزون اللي هما صفحة 23 و24. وبعدين صفحه 28 و29 اول صفحتين في الديفرنشال دايجنوزس. وبعدين صفحه 34 اللي هم الليزر. وبعدين صفحه 36 هيد انجلز. وبعدين صفحه 42 اي حاجه علمتوا عليها كده انا قلت عليها ده كليه امتحان المورل.
of vitreous hemorrhage. ده chapter vitreous. انتوا خدتوا على فكره في اخر ورق خدتوه ورقتين فيهم الفيتروس. ورق موجود بره اللي فيه ما خدوش ورق العملي اللي هو درس اخر راوند. ايوه في ليزر ساين. في ورقتين فيتروس مكتوب فيهم اسئله فيتروس هامرج. في تجميع ما فيهاش اي حاجه جديده، مش اي كلمه جديده. عشان هو لو سمحت عشان انا راجل برضه احتياط ما جاش قبل كده ولا مره. سالتوها جت مرتين. ده جه مره. ده ما جاش خالص بس هنعمل الكوز وفيتروس هامرج. طيب؟ أسئلة التروما تبقوا كده التروما بقى ده حاجة تانية خالص يعني إذا كنت كل اللي عملناه الأسئلة الثلاثة دول بلس اللي إحنا عملناه في الكتاب الأكبر ده هنعمله في الآخر لما في وقت تروما لازم تتعمل تروما مهمة جدا إفكتس أوف بلاند تروما أون أول سؤال التناوب بقى إفكتس أوف بلاند تروما أون اللي ممكن يجي الاجزاء اللي ممكن تيجي هو يختار بعض الستراكشرز مش كل الفيكتور بلاند تروما اون دي ايتا كتير قوي فاللي يختار بيختار تو بارتس وليكن اللي هم اللي يجوا بقى كونجنتايفا كورنيا ايس انتيريو تشامبر لينس ريتنا بس هو هيختار اثنين منهم يعني سامي ايليد وسامي اورد وسامي سيليا جرافي وسامي كرويد وسامي اوبتيك خلاص؟ طيب دي الحاجات اللي بتيجي في الريتش كمان سيمباثيتك اوفثالمايتس الفارين بادي تروما بس يعني اما تيجي يقول لك ديسكاس كلينيكال بيكتشر and diagnosis او discuss effects and diagnosis of enterocular foreign body او يقول لك discuss sidrosis بالبار او تقول لحد sidrosis او ايه او galcosis بالبار اذا foreign body trauma دول الثلاثة الاهم من التروما لان التروما على الاجزاء دي السيمباثيك اوتومايت الفارين بادي تروما الانتراكتر فارين بادي ومع انكوا عايز الجوز بالبارك الجوز بالبارك اخيرا بقى اللي عايز يعمل موضوع زياده ده كلاس سي في التروما التيبيكال ايه؟ كده يا جماعه تروح كده لكل اللي ان شاء الله مش هيطلع بره الكلام ده بس الكيت بتاع المحاسب اللي كانت طرفها لكن الصغير اللي ده